تمام. اذا حكينا اكس تربيع زائد واحد على اكس نفصلها اكس واحد على اكس. نعمل انتجريشن، نعمل انتجريشن عادي. شو بصفي عندنا؟ بصفي عندنا اللي هو لين الواي بيساوي تكامل اكس اللي هي اكس تربيع، اكس تربيع على 2 تمام بالضبط، زائد لين الاكس زائد سي. انا بدي اضيف لكم من عندي شغله، لو حكيت لكم انا مثلا واي الواحد بيساوي 3، واي الواحد بيساوي 3 تمام. هلا هون في فكره كثير صغيره مهمه. طيب بجوز واحد يخطر على باله، طب انا اول شيء اخلي واي لحالها بعدين اطلع قيمه سي، ولا اطلع قيمه سي بعدين اخلي واي لحالها؟ دائما وابدا طلع قيمه سي بعدين حط الواي لحالها. كان حكينا اول شيء نطلع قيمه سي. طب شو الفكره؟ الفكره اني انا لما اخلي واي لحالها هاي رح تصير مرفوعه على قوه، واي قوه سي، واحطها في كي بدي ارجع ارجعها اول، لا، فبالتالي بخلص منها سي بطلع قيمتها، بعدين بناء عليه بدي اخلي واي لحالها. شو راح اجي احكيها؟ لا، راح اجي احكي شغله كثير مهمه اللي هي انه بدي اجي اعوض مكان كل اكس واحد ومكان كل واي 3. لان الثلاث ما بعرف اخليه زي ما هو، لان الثلاث بيساوي واحد تربيع 2 اللي هي نص، زائد لان الواحد كم؟ لان الواحد زيرو، عشان نعرف انه لان الواحد زيرو لانه اي قوه زيرو بتعطيني اللي هو واحد، زائد اللي هو سي. فبالتالي سي تطلع قيمتها لن 3 ناقص نص. طبعا هذا الشيء كثير عادي، ما حدا يخاف انه طلع معاه هذا الرقم، كثير شيء بسيط، كثير شيء متوقع، ما فيش فيه اي مشكله. فبالتالي بحكي انه لن الواي، سوري، لن الواي بتساوي اكس تربيع على 2 زائد لن الاكس زائد لن 3 ناقص نص. اختصارا للوقت حكينا بحط اي مرفوع على قوه، بحط اي يعني بنرفع طرفين الاي للاساس اي وبنضبطها وبيطلع معنا اللي هو الجواب المطلوب. اتوقع انكم فهمنا فيها شيء، عملناها سيبرابل، عملناها سيبرابل، كملنا طلعنا قيمه سي، بعدين عملنا اللي هو الواي لحالها تمام. طيب اذا ناخذ مثال كمان فكره صغير في فكره معينه. بدنا ناخذ مثال بسيط وحيد. لو انا كان عندي هيك اكس تربيع زائد واحد واي برايم بيساوي واحد على واحد بهذا الشكل، بهذا الشكل عندي هاي المعادله تمام. طيب هلا اول شيء بس هيك سؤال من عندي صغير، هاي ايش تصنيفها؟ تصنيفها فيرست اوردر، حكينا الواي هي اللي بنقول لها مشتقه فيرست اوردر. لينير ولا نون لينير؟ هاي نون لينير. ليه؟ لانه هاي فعليا عباره عن واي قوه سالب واحد، واي شيء مش مرفوع قوه واحد بنعتبره نون لينير. فهي بس هيك معلومه صغيره، هاي تصنيفها بده يكون فيرست اوردر بلس نون لينير. هاي هيك اوردينري، اكيد اوردينري، حكينا ما راح نتعامل باي شيء غير الاوردينري ديفرنشال ايكوالتي. طيب هلا حكينا اول ما اشوف فيرست اوردر بدي ابلش اتعامل معها كسيبرابل، بدي احاول افصلهم عن بعض. كيف بدي ابلش اشتغل؟ راح احكي لكم انه واي برايم لو ضربنا الطرفين بواي راح يطلعنا واي برايم في واي بتساوي واحد على واحد زائد اكس تربيع. هي كمان سبب انها نون لينير، انه حكينا لما يكون في عندي تو وايز مضروبين في بعض بنعتبره اللي هو نون لينير بالضبط. طيب هلا في عندي كمان هو شغله كثير مهمه، كيف بدي ابلش اشتغل؟ هلا حكينا هون انا عندي واي برايم دوت واي بيساوي واحد على واحد زائد اكس تربيع، حكينا هاي هي نفسها، حكينا هاي سيبرابل انفصلت الواي على جهه والاكس على جهه، دي واي على واي بيساوي دي اكس على واحد زائد اكس تربيع تمام؟ اوكي، بدي اعمل انتجريشن للطرفين، بدي اعمل او سوري دي واي في واي هاي تمام، بدي اعمل انتجريشن للطرفين. شو تكامل الواي؟ سهلة، واي تربيع على 2. هون الفكرة. ايش تكامل واحد على واحد زائد اكس تربيع؟ كالكولس 2 تان انفرس، صح ولا لا؟ انا لما اشتق التان انفرس اكس بعطيني، لما اشتق التان انفرس بعطيني واحد على واحد زائد اكس تربيع. فهي الشغلات من الضرورية اللي بقول لكم ركزوا عليها، انه دائما خلي مش ضروري تراجعوا اهم التكاملات هاي، لانه هاي مثلا لو انا ما عرفت اكامل، طيب وصلنا هون وخلص مش حينفع، يعني مش حينفع اكمل حل السؤال، هذا الشيء احنا ما اكيد ما بنضيع. فبالتالي راح يكون في عندي انا هون تكامل الواحد على واحد زائد اكس تربيع هو التان انفرس، هو التان انفرس بالضبط، تان انفرس كمان في عندي هون بلس سي تمام. طبعا هون في عندي انيشال فاليو بروبلم، انا بضيف لكم من عندي انيشال فاليو بروبلم.
لو حكيت لكم مثلا انه واي ال واي ال واي ال خلينا نحكي مثلا واي زيرو واي زيرو بيساوي مثلا واحد ياش واي زيرو بيساوي واحد تمام يعني اول شيء بنطلع قيمه سي بعدين بنطلع قيمه سي بعدين من من بنخلي واي لحالها هلا هون بدي اجي اعوض مكان كل اكس زيرو تان انفرس الزيرو كم كمان هاي الشغله كثير مهمه انا مضطر اعرف اهم يعني مضطر اعرف كيف شكل التان انفرس تذكر التان انفرس كيف كان شكله كان شكله زي هيك صح هون عند الباي 2 هذا عند الباي 2 وهذا عند الماينس باي 2 وهون عند الزيرو تمام يعني تان انفرس انفنتي تان انفرس تان انفرس باي 2 انفنتي وتان انفرس الماينس باي 2 هو ماينس انفنتي تان انفرس الزيرو هو زيرو خلاص هي ما بتهمني تمام وهون بحكي انه واحد اظن واحد بالضبط فراح يطلع معي انه نص بتساوي زيرو زائد سي معناته سي هو قيمتها نص معناته بالاخير شو بدي اجي احكي؟ معناته بالاخير بدي اجي احكي لكم انه بدي اضرب في 2 فراح تصير واي تربيع بتساوي 2 تان انفرس اكس زائد 2 سي طبعا ما بخليها 2 سي بحط مثلا سي 1 خلص سي 1 تمام طيب هلا واي شو بدها تساوي؟ واي بدها تساوي موجب سالب جذر 2 تان انفرس اكس زائد سي 1 واللي هو هذا انا اللي بدي اياه واللي بدي اوصل له من اول السؤال يعني فعليا بالمنطق بالواقع لو انا مسكت هذا الشيء تمام وعوضته بالمعادله هاي يعني اشتقيته وعوضته هون وعوضته هون يفترض انه يطلع هذول الطرفين متساويين، هذا هو مع هذا هو المقصود بالديفرنشال ايكويشن او هذا هو المقصود بال ال ال مثلا محمد بال النون فانكشن اللي احنا نطلعه تمام؟ تمام هيك احنا نكون خلصنا افكار السيبرابل، هيك السيبرابل ما بيعني هي بالامتحان حتى نادرا ما يجي عليها لانه فكرتها كثير بسيطه بس لقدام بتهمنا شوي، لقدام بيرتكز عليها كل اللي احنا بدنا ايجابي. طيب اوكي. نيجي على التايب الثاني، نيجي على التايب الثاني اللي هو الايش؟ النون سيبرابل. والله وقفت كويسا. هلا بدنا نيجي على موضوع كثير مهم وحكينا احنا اللي هو ست انواع اللي هم سيبرابل نون سيبرابل اكزاكت نون اكزاكت الستاندرد فورم واخر وحده هي كانت البرنوبي هلا سيبرابل احنا خلصناه ان شاء الله تكون فاهمينه ووضعنا كلنا فيه تمام هلا بدنا ننتقل على اللي هو الشيء الثاني او النوع الثاني اللي هو نون سيبرابل نون سيبرابل طبعا النون سيبرابل من اسمه انه انا ما بقدر افصل الواي مع الاكس بما معناه لو انا حاكي مثلا واي برايم بيساوي اف اوف اكس اند واي حكينا مبدا السيبرابل اني انا بقدر اخلي واي برايم بدها تساوي اف اوف اكس بار جي اوف واي تمام ولا لا مزبوط حكينا بقى اخلي الوايات على جهه والاكسات على جهه وبناء عليه انا بحل المعادله بالتكامل الطبيعي الفكره هون بالنون سيبرابل اني انا هذا الشيء ما بقدر اعمله فبالتالي واي برايم ما بقدر اخليها تساوي اف اوف اكس ضرب جي اوف واي مثلا ناخذ بس مثال هيك سريع لو حكيت لكم انا مثلا انه مثلا واي برايم بتساوي كوساين اكس زائد واي هلا هاي المعادله هي واي برايم بتساوي كوساين اكس زائد واي هاي نون سيبرابل تمام هلا الفكره انه انا يمكن واحد يخطر على بالي يحكي طب هاي فائده متطابقه اللي هي مثلا انه كوساين اكس كوساين واي ناقص ساين اكس ساين واي بس انا بقدر احكي لك حتى لو قدرت احولها لهي المتطابقه رح يضل عندي كوساين اكس كوساين واي ناقص ساين اكس ساين واي فبالتالي ما رح استفيد بالعكس رح اعقد المشكله على حالي اكثر فبالتالي انا هاي نون سيبرابل نون سيبرابل ايش الاليه اللي بدي اشتغل فيها؟ طبعا هذا السؤال بالذات له حاله خاصه بنتطرق له كمان شوي ان شاء الله بس خلينا ناخذ احنا المبدا الاساسي بموضوع خلينا ناخذ المبدا الاساسي بموضوع اللي هو السيبرابل والنون سيبرابل هلا لو ناخذ مثلا هذا المثال لو اخذنا مثلا هذا المثال طب انا عندي مثلا هذا المثال كالاتي اللي هو x تربيع زائد y تربيع مضروبه في dx تمام زائد 2xy في dy يساوي 0
تمام؟ بجوز احنا اول مره بمر علينا هذا الشكل انه يكون دي اكس لحال ودي واي لحال، لانه كل الاسئله اللي اخذناها قبل كانت عباره عن واي برايم يساوي كذا. هون نفس المبدا. هلا هون مثلا لو جاب لك هذا السؤال قال لك حدد لي اياه بواي نون سيبرابل، طبعا ما رح حددها بطريقه تشتغل عليها، بس احنا بما انه هلا ماخذين السيبرابل نون سيبرابل، اذا بدي ارجعه للشكل اللي انا بعرفه اللي هو ايش؟ هو الواي برايم. هلا هاي كمان بقدر احكي اللي هي نفسها انه 2 اكس واي في دي واي بتساوي ماينس x تربيع زائد y تربيع في dx، تمام؟ لو قسمت على dx ولو قسمت على 2xy شو راح يعطيني؟ dy على dx اللي هي y برايم اللي انا متعود عليها بتساوي هاي على هاي اللي هي ماينس x تربيع زائد y تربيع كلها على 2xy. بعدين اخذ لعبتها ممكن تكون شوي استعجلت فيها انا. حكينا هاي بدي اقسم هاي المعادله على dx وهي على dx. dy على dx شو بيعطيني؟ y برايم، تمام؟ هاي او ها كل المعادله بدي اقسمها على 2xy، بدي اقسم هاي على 2xy بتروح هاي، بدي اقسم هاي على 2xy بيطلع لي هاي المعادله. طب انا ليش عم بعمل هيك؟ انا رجعت عملت ترتيب لهي المعادله عشان اني انا اقدر اشوف اللي هي سيبرابل ولا نون سيبرابل. طيب هلا لحد هون انا ما بعرف هي سيبرابل ولا نون سيبرابل، بدي اجرب هل هي سيبرابل ولا لا، شو بدي اعمل؟ بدي اجي احاول ابسطها، راح احكي انه y برايم بدها تساوي طبعا بدي احاول افصل البسط على المقام، فراح يعطيني انه سالب x تربيع على 2xy زائد y تربيع على 2xy اثنين سالب بالمقام، شو بتصير؟ بتصير هاي سالب وهاي سالب. ملاحظ اني ملاحظ عندي انا انه لا البسط لا انها نون سيبرابل، لانه هون ما قدرتش اخلي x لحال والy لحال، فبالتالي شو راح اجي احكي؟ فبالتالي راح يصير في عندي انه y برايم رح يصير في عندي انه y برايم بدها تساوي x تربيع رح تحصلها مع x، فرح تصير بتساوي x على ماينس 2y، تمام؟ والy نفس الحكي y تربيع مع y بتروح بتصفي y على ماينس 2x. الواضح عندي انها شو؟ الواضح عندي انه هاي المعادله هي نون سيبرابل. نون شو؟ نون سيبرابل. كان عيد من الاول، حكينا انا هاي الشكل جديد علي بدي اعيد ترتيبه، نقلت هاي على الجهه الثانيه صارت سالب، قسمت على دي اكس، قسمت على 2 اكس واي، صار عندي هذا الشكل، من هذا الشكل انا قدرت استنتج انها نون سيبرابل. ايش الخطوه الجاي؟ طبعا انا هلا رح اضطر امحي هذا الجزء كله. تمام؟ اوكي. هلا صفى عندنا اللي هو ايش؟ صفى عندنا اللي هو هذا الجزء. حكينا اخر شيء ايش صفى عندي؟ صفى عندي اخر شيء اللي هو هذا الشكل. طيب هلا الشيء الجديد او الشيء الجديد اللي انا بدي احكي لكم عنه هلا ايش هو؟ هلا كيف قريت الحل في النون سيبرابل؟ شو بجي بعمل؟ دائما وابدا اول ما اشوف معادله نون سيبرابل الشيء الوحيد اللي بدي يخطر على بالي هو اني افرض y بتساوي u في x. انا من الناس ما بحب الحفظ، انا بحب افهم. طيب ليش فرضنا هذا الفرض؟ هلا مش انا ايش الفكره بالديفرنشال ايكويشن؟ بطلع الواي، بطلع واي اللي هو بدلاله اكس، صح ولا لا؟ بطلع الفانكشن لما اجي اعوضه في هاي المعادله بيطلع لي قيمه او بيحقق لي هاي المعادله. طيب ليش فرض واي بيساوي يو اكس؟ هلا مش يو في اكس هو اي فانكشن ممكن انه يكون، مش يو في اكس هو ممكن يكون مثلا هو 100% فانكشن اوف اكس، فبالتالي انا فرضت انه واي هو اي فانكشن اوف اكس، طبعا يو هو فانكشن اوف اكس. فانكشن اوف اكس. فيو اكس هي نفسها عباره عن فانكشن اوف اكس، تمام؟ اذا هذا هو الحل عندي، بس الفكره انه لازم اوجد يو، ايش هو يو؟ كيف بدي اوجده؟ هلا بدنا نطبق هذا الموضوع. هلا لما انا اجي اعوض هاي المعادله جوا هاي، اوكي بعوض الواي مكان الواي، عندي واي برايم، فشو لازم اعمل؟ لازم اشتق، بحكي واي برايم شو بدها تساوي؟ اشتقاق عادي، هاي فانكشن اوف اكس وهاي اكس، فراح يكون اشتقاقي كالاتي، واي برايم بيساوي الاول في مشتق الثاني اللي هو واحد زائد الثاني في مشتق الاول اللي هو x في y برايم، طبعا سوري x في u برايم، طبعا الثنتين u y عباره عن فانكشن اوف x، تمام؟ هون صفى عندي الموضوع ايش؟ جاهز. شو بدي اجي اعمل؟ بدي اجي اعوض مكان y برايم بدي احط هاي، فراح يطلع معي انه y سوري u زائد x في u برايم، تمام؟ شو بدها تساوي؟ هلا x على y شو بدها تعطيني؟ من هون x على y شو بدها تعطيني؟ x على y بدها تعطيني اللي هو x على y شو بتعطيني؟ x على y بدها تعطيني 1 على u بالضبط، x على y شو بتعطيني؟
x على y تعطيني 1 على 20 عبارة عن u بتساوي u في x اقسم على y واقسم على u بتصير 1 على u بتساوي x على y بالضبط. فبالتالي شو رح تكون بتساوي؟ رح تكون بتساوي هي 1 على سالب 2 u تمام؟ زائد y على x شو بتعطيني؟ y على x بتعطيني u لحالها، فرح تكون زائد اللي هي u على سالب 2 u على ايش؟ u على سالب 2 تمام لهون؟ ليه في الوقت. طيب هلا الخطوة الثالثة بدي انقل u للطرف الثاني، رح تصير x في u برايم بدها تساوي سالب سالب 1 على 2 u تمام؟ زائد او هي نفسها حتصير ناقص 1 على 2 في u ناقص u ناقص u بهذا الشكل. طيب هلا الفكرة انه مش انا عندي هاي u مش عبارة هلا مش هاي وهي بقدر اجمعهم مع بعض سالب نص يو ناقص يعني نص يو زائد يو 3 على 2 يو. بالتالي رح اقول اكس يو برايم بدها تساوي سالب 1 على 2 يو تمام ناقص 3 على 2 يو بهذا الشكل. الخطوه اللي بعديها شو بدنا نعمل؟ الخطوه اللي بعديها بدنا نوحد المقامات. طبعا هاي طبعا كيف نوحد المقامات؟ بدنا نضرب هاي 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 2 يو وهاي 2 فنضرب هاي ايش؟ نضرب هاي ليو فرح تطلع معنا انه x في u برايم بدها x في u برايم بدها تساوي سالب 1 على 2 u تمام؟ سالب 1 على 2 u ناقص 3 u تربيع. يعني لو انا ضربت هي البسط في u ضربت المقام في u فصفى عندي اللي هو هذا الشكل تمام؟ لهون جاهز. هلا لاحظ شو الهدف من النانسي بارابل؟ انا شو الهدف لما افرض y بيساوي u في x؟ الهدف من النانسي بارابل اني انا احول شو؟ اني انا احول النانسي بارابل الى سي بارابل. فبالتالي كيف بدي اشتغل؟ هلا هاي مش هي هاي عباره عن u برايم تمام؟ اقسم على x تمام؟ يعني اضرب ضرب تبعي شو رح يصفي معنا؟ رح يصفي معنا 2 u في x في u برايم على 2 بالضبط على شو؟ على اللي هو سالب 1 ناقص 3 في u تربيع تمام؟ شو بدها تساوي؟ بدها تساوي هي 1 اقسم لي على x شو رح يعطيني؟ اقسم على x رح يعطيني انه 2 u في u برايم على سالب سالب خليها برا خليها في البسط بالتالي هي بتصير 1 زائد 3 u تربيع بدها تساوي 1 على x. سيبرابل ما سيبرابل صفى عندي اليو لحال والاكس لحال او اليو في جهه والاكس في جهه. فبالتالي شو راح اجي اعمل؟ فبالتالي انا راح اجي اعمل كالاتي روح اجي اعمل فبالتالي اليو برايم مش نفسها دي يو على دي اكس مش حكينا هو فانكشن اوف اكس. فبالتالي رح تصفي معي انه سالب 2 يو في دي يو على 1 زائد 3 يو تربيع بيساوي 1 على x في ايش؟ في دي يو على دي اكس اضرب ضرب تبادلي بتصير دي اكس تمام هيك نعمل انتجريشن للطرفين. هلا خلينا على الطرف اللي شمال ايش تكامل 1 على x لن x زائد c. الطرف اللي فيه ايش تكامله؟ برضه حكيت لكم انا انه بالفيديو الماضي حكيت لكم انا انه مشكلتي انا الاكبر بتكون في التكامل، مشكلتي مش اني احدد شو نوع المعادله او كيف اتعامل معها، مشكلتي اني انا كيف بدي اوجد التكامل، كيف بدي اكمل. تمام، هلا هاي نقدر نحلها بالتعويض، بفرض المقام مثلا اي شيء بدي اياه واشتقه بيختصر معي البسط. انا بدي اعطيكم طريقه اسهل، شو الطريقه الاسهل للتحليل؟ هلا المقام مش هو 1 زائد 3 يو تربيع؟ مش هو 1 زائد 3 يو تربيع؟ مثل هي العادة 1 زائد 3 يو تربيع. شو مشتقة ال 1 زائد 3 يو تربيع؟ مشتقتها 6 يو. صح ولا لا؟ مشتقتها 6 يو. طب مش 6 يو هي نفسها سالب 2 يو؟ يعني مثلا عندي هي انا عندي هون مثلا هي هيك بالضبط. انا عندي انه السالب 2 يو هي بتشبه ال 6 يو بس ايش ناقصها؟ اضرب هاي في شو؟ اضرب هاي في سالب 3 عشان تصير زي 6 يو. طيب اذا انا بدي اضرب هاي في سالب 3 شو لازم اعمل برا؟ ذكر يعني عشان انا ذكر يعني ما عملت شيء على التكامل. اذا بدي اضرب هاي في سالب 3 معناته هاي لازم اقسمها على سالب 3 فبالتالي رح يصفي عندي انه سالب 1 على 3 تمام في الانتجريشن تبع 6 يو على 1 زائد 3 يو تربيع. هيك مش هاي صارت مشتقتها فوقها؟ لو انا مشتقتها فوقها اذا بكملها لن فبالتالي رح يكون سالب ثلث في لن 1 زائد 3 يو تربيع ويساوي لن اكس ومن بده يساوي لن اكس زائد سي ومن بده يساوي ومن بده يساوي شو؟ ومن بده يساوي اللي هو لن اكس زائد اللي هو سي.
اوكي حكايه صفه معنا سالب تلت في لين 1 زائد 3 يو تربيع يساوي لين اكس زائد سي. كده زي ما تعودنا بدنا نخلي اليو لحالها. فشو لازم نعمل؟ اول شيء نضرب هاي في ايش؟ نضرب هاي في سالب، نضرب هاي في سالب، نضرب الطرفين بسالب 3. فبصفي معنا لين 1 زائد 3 يو تربيع كلها تساوي سالب 3 لين اكس زائد كنا بنسميها سي 1 لانه اختلفت القيمه. شو بدنا نعمل هلا؟ بدنا نرفع الطرفين، نرفع الطرفين للقوه للاساس اي. فبالتالي بتروح اللين بتصير 1 زائد 3 يو تربيع بدها تساوي اي قوه سالب 3 لين اكس تمام ضرب اي قوه سي 1. من اجى الضرب؟ هلا انا لما ارفعها للاي قوه، اي قوه كل هذا الشيء مش عند الضرب تجمع القصص، يعني صفى عندي هيك، صفى عندي هيك، صفى عندي هيك تقريبا، صفى عندي هيك اللي هو مثلا اي هو سالب 3 لين اكس زائد سي 1 تمام، مش من الضرب تجمع القصص. فهي فعليا كانت عباره عن اي قوه سالب 3 لين اكس ضرب اي قوه سي 1. اي قوه سي 1 حكينا ثابت، فبالتالي بمسكها وبحط مكانها اللي هو كي. فبالتالي بصير عندي 1 زائد 3 يو تربيع بدها تساوي اي قوه سالب 3 لين اكس سوري. هلا بالضبط في كمان نقطه لازم احكي لكم اياها. هلا هاي مش سالب 3 مره، من خواص اللين انه هاي فعليا كانت مرفوعه، او هي كانت اس للي جوا اللين. يعني هي بالاصل كانت لين اكس قوه سالب 3، انا مسكت سالب 3 طلعتها برا، كمان راجع خواص اللين اذا مش متذكرينها. فبالتالي بصير في عندي هنا انا لين اكس هو سالب 3 ضرب كي تمام. فبالتالي اي مع لين بتروح، صفي معنا 1 زائد 3 يو تربيع بتساوي اكس هو سالب 3 ضرب كي. بنقل الواحد بيطلع لي 3 يو تربيع بتساوي كي اكس هو سالب 3 ناقص 1. طبعا بقسم على 3 من هذا الحكي. الفكره بدي اوصلها شغله واحده، لما اخلي يو لحالها بغض النظر شو طلعت معي، اليو بدي ارجعها لاصلها بالضبط. انا الفكره الهدف اني انا اطلع قيمه واي شو بتساوي. انا ما بيهمني اليو ايش بتساوي، انا بيهمني واي ايش بتساوي. فبالتالي يو ايش بدي احط مكانها؟ احنا فرضنا واي بيساوي يو في اكس، فبالتالي يو بدها تكون بتساوي ايه؟ بدها تكون بتساوي واي على اكس. فبالتالي بحكي واي على اكس بدها تساوي كل هذا الشيء، فبالتالي واي بدها تساوي اكس ضرب اللي هو المثلث او المستطيل اللي هو هذا. ان شاء الله تكون مفهومه. هلا انا الفكره اللي اوصلها لهذا السؤال انه انا ما بتغلب في كيف انا احل، بتغلب لما اجي اطلع قيمه واي حالة ايش بتساوي. طبعا هذا الشيء ممكن بعض الدكاتره بيسالكم عليه او بيركز عليه اكثر من غيره، خصوصا انه الدكاتره اللي منزلين الماده لهذا الفصل هو الفصل الصيفي شوي بدققوا على هاي الشغلات. انا كنت عند واحد منهم فبالتالي بدقق على شغله انك تطلع واي كامله ايش بتساوي. فان الله بعينكم يعني كمل السؤال للاخر ما بتخسر شيء، بس بالعكس بتكسب علامات بتضمن حقك كامل. بلا ما مثلا توصل لمرحله معينه بعدين تحكي مثلا والله يا ريتني كملت، لا كمل للاخر، ممكن تاخذ منك يمكن خمس دقائق زياده مش مشكله، بس ان شاء الله تكون مفهومه. اذا هاي هي فكره النون سيبرابل. ان شاء الله تكون مفهومه. زي ما حكيت لكم انا هذا الشابتر فيه اربع ست اشكال، ست اشكال للمعادلات التفاضليه او الديفرنشال ايكويجنز، ان شاء الله راح نتناولهم كلهم. ان شاء الله تكون مفهوم معنا. طيب اوكي هلا ممكن اخذ كمان مثال، ممكن لا مش عارف حسب الوقت. طيب ناخذ مثال ثاني على فكره ثانيه. فرضا انا عندي هاي المعادله y برايم بتساوي x زائد y الكل تربيع. بس خلينا نراجع شوي الفكره. حكينا اول شيء بدي اتعامل مع المعادله اشوفها سيبرابل نون سيبرابل. سيبرابل تنحل بكل بساطه. نون سيبرابل حكينا الطريق الاساسي اللي بدي استخدمه هو واي بيساوي يو في اكس، ما عندي فرض ثاني، ما حدا يفكر لي باي طرق ثانيه. دائما بدي اتعامل واي بيساوي يو في اكس، هذا هو الحل الاساسي او هو الطريقه الاساسيه للحل. هلا عندي مثلا هذا المثال واي برايم بيساوي اكس زائد واي تربيع. الواضح افهم هذا الافكت، انا افهم هاي القوس شو راح يطلع معي؟ اكس تربيع زائد الاول تربيع زائد 2 بالاول الثاني زائد الثاني تربيع. استفدت؟ لا بالعكس انا زودت حالي مشكله، صار في عندي معادله معقده اكثر. فبالتالي الواضح انه هاي نون سيبرابل. حكينا كده اشتغل بالطريقه الاساسيه، حكينا بفرض واي بدها تساوي يو في اكس. حكينا واي برايم بدها تساوي الاول في المشتق الثاني زائد الثاني في المشتق الاول، برجع بعوضها بعطيني يو بدها تساوي سوري يعني يو زائد اكس في واي في يو برايم بدها تساوي اكس زائد واي. اكس ايش هي؟
هي عبارة عن اكس ايش هي بنحط مكانها، او سوري اكس بنضل هنا هي. اكس ايش بنحط مكانها؟ اكس بنحط مكانها ولا شيء، واي ايش هي؟ واي اللي هي عبارة عن يو في اكس، بالتالي بتكون يو في اكس الكل تربيع، بتكون يو في اكس الكل تربيع. لاحظوا هون انا زودت على حالي المشكلة، انا عقدت على حالي المشكلة أكثر من أنا بسطتها. كان عندي x زائد y جوا الكل تربيع، صار عندي هلا x زائد u x الكل تربيع. فبالتالي من الواضح معي لو فككتوا هاي رح تستنتجوا انه انا زودت على حالي المشكلة. لما تواجهني هاي المشكلة كيف بدي اشتغل؟ بدي اشتغل بطريقة معينة، شو هي الطريقة هاي؟ دائما بس تواجهني هاي المشكلة، بس تواجهني مشكلة انه انا شفت المعادلة مثلا بعد الفرض صارت معقدة أكثر، كيف هذيك مثلا؟ لا صارت معي بقرار x و u تمام؟ و u على جهة وال x على جهة. هون كيف بدي اشتغل؟ بما انه الفرض هذا ما ظبط معي، كيف بدي اجي اشتغل؟ بدي افرض فرض بحيث انه يسهل علي المعادله، اذا انا بس اشوف انه المعادله ما ظبطت معي بالطريقه الاولى، بدي افرض فرض بحيث انه يسهل علي المعادله. ايش الفرض اللي هنا ممكن يسهل علي المعادله؟ واضح انه يو بتساوي اكس زائد واي. فرض من عندي. لما فرضت يو بتساوي اكس زائد واي، شو استفدت؟ اللي جوا التربيع كله خلصت منه، فبالتالي ريحت حالي من فكره اني انا الاول تربيع زائد كلام الاول في الثاني زائد الثاني تربيع. نفس الطريقه بدي اشتغل. ايش تقول اياها؟ يو برايم بدها تساوي 1 زائد واي برايم، تمام؟ هلا مكان واي برايم بدي احط يو برايم ناقص 1، فبالتالي رح يطلع معي انه يو برايم ناقص 1 بدها تساوي اكس زائد واي، رح يعطيني يو تربيع. شايفين المعادله اللي قصتها؟ كثير سهله. طيب الفكرة هون حكينا هذا من النون سيبرابل هو اني احولها سيبرابل. هلا هاي واضح انها صارت سيبرابل، اصلا ما في عندي اكس عشان افصله. هاي اللي بتواجه البعض مشكلة يعني كيف اتعامل معها. بس دائما 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 خلي يعني انت حاول تستغني عن الجمع والطرح بدلالة الضرب والقسم. كيف يعني؟ مثلا هاي النقطة مش مفهومة. هلا هاي وانا مسكت يو برايم خليتها بتساوي يو تربيع زائد واحد، تمام؟ بدي اطلع لها بنظرة ضرب وقسمة، ما بدي اطلع لها بنظرة انه جمع وطرح، فبالتالي بمسك كل هاي بقسمها او بقسم المعادلة كلها على يو تربيع زائد واحد، حطي معي يو برايم على يو تربيع زائد واحد يساوي واحد. هاي عبارة عن دي يو على دي اكس، فبالتالي بتكون دي يو على يو تربيع زائد واحد بتساوي دي اكس. مفصولة جاهزة. نعمل انتجريشن للطرفين. حكينا شو تكامل دي يو على يو تربيع زائد واحد، كتب الفيديو الماضي كانت تانج انفرس، وحكينا انه مشكلة الأساسية هي بالتكامل مش بال طريقة التعامل مع المعادلة. تانج انفرس اليو بدها تساوي تكامل دي اكس هي عبارة عن اكس زائد سي، تمام؟ 100%. طبعا ملاحظة صغيرة، افرض انا كان في عندي معطيني initial value problem زي ما حكيناها، معطيني مثلا واي ال 0 بيساوي 1، بعوض بطلع قيمة سي والوضع بيكون كله تمام ان شاء الله. اوكي هلا هاي كيف بدي اخلي يو لحالها؟ بدي اركب تان للطرفين، فبتصير يو بتساوي تان، لانه التان بروح مع تان انفرس، تان انفرس الاكس بتساوي اكس، تان الاكس زائد سي، طبعا ما تنسوا انه تان لكل هذا الشيء مش حتحط لي تان اكس زائد تان سي، تان ما بتوزع، تمام؟ كان برجع يو لاصلها، هون يو اصلها مش يو، يو مش اصلها واي على اكس، هون يو اصلها اكس زائد واي من الفرض، فبالتالي اكس زائد واي بدها تساوي تان x زائد c، تمام؟ بالتالي y بدها تساوي tan x زائد c ناقص x، وهو المطلوب، تمام؟ اوكي. بس احيانا اذا كان معطيك مثلا قيمه ل s ل c او طلبت مثلا initial value problem بستخدمها عشان اوجد قيمه المتغير c. اذا حكينا نعيد الفكره نفس المبدا، حكينا معطيني معادله واضح انها سيبرابل، كيف بدي ابلش اشتغل؟ راح اجي افرض الفرض انا متعود عليه اللي هو واي بيساوي يو في اكس، بشتغل عادي بكمل حل، واضح طلع معي انه المعادله طلعت معقده اكثر من الوضع اللي انا متحمله، يعني يا دوب هاي انا متحملها، فما بالنا بهاي؟ اكيد معقده اكثر رح تكون، تمام؟ حكينا بشطب على هاي الفكره، حكينا دائما بس اشوف ايش صار معي زي هيك، كيف بدي اشتغل؟ بدي احاول افرض فرض يسهل علي المعادله، فرض من عندي، فيش فيه اي مشكله، بفرض حكينا اللي بيجي كل التربيع جواته بفرض هو اليو وبشتغل وبعوض وبنطلع الحال الطبيعي زي ما احنا متعودين، تمام؟ ان شاء الله تكون الفكره هاي مفهومه. بدي اعطيكم بس هيك سؤال انتم تحلوه مثلا تجربوه في البيت. دربوا عليه، طبعا هذا السؤال عادي ممكن انه يجي. لو مثلا اللهم صل على سيدنا محمد.
مثلا y prime يساوي كوساين تربيع x زائد y. كوساين تربيع ايش؟ كوساين تربيع x زائد y بهذا الشكل. صار كلكم منها نفرق هكذا نفس تعطيك التربيع بالضبط 100%. ويعطيك مثلا شيء صغير مثلا بدي اكرم بدي اعملها initial value problem. كيف ممكن اعملها initial value problem؟ بدي انا اخليها تان تان اوكي معطيني انه مثلا y الباي على 4 يساوي 3. جربوا هذا السؤال. اي نوع من التدريب فقط لا غير. انا اختصار للوقت ما راح احله. اي حدا عنده مشكله يراجعني مثلا ينزل السؤال على جروب سنفور مهندس او اي مكان وانا ان شاء الله بحله وبتمكن منه. طيب هلا بدنا ننتقل على موضوع جديد. الموضوع الجديد اللي هو كثير مهم وكثير ممكن انه او هو الموضوع مش الاساسي، هو تقريبا لب التشابتر هذا. ايش الموضوع اللي بحكي لها؟ هيك بنكون خلصنا سيبرابل ونان سيبرابل. طبعا اغلب الافكار يا اما زي هاي يا اما زي الفكره الاولى اللي هي تفرض واي بيساوي يو في اكس. هلا بننتقل على موضوع جديد، شيء اسمه اللي هو شو؟ شيء اسمه اللي هو الاكزاكت والنون اكزاكت. اكزاكت ديفرنشال ايكويشن. تمام. الاكزاكت ديفرنشال ايكويشن. هلا الفكره بالاكزاكت ديفرنشال ايكويشن او قبل هيك بدي انا اراجع لكم مراجعه سريعه لشيء اخذتوه انتم بكالكولاس 3. ايش اللي احنا كنا ناخذ فيه هو الكالكولاس 3؟ شيء كثير مهم. لو انا عندي فانكشن يو، هذا اليو فانكشن اوف اكس اند واي. تمام؟ هذا الفانكشن هو فانكشن اوف اكس اند واي. تذكروا كنا ناخذ البارشال ديريفاتيف. ايش يعني البارشال ديريفاتيف؟ يعني انا عندي مثلا اف تساوي اكس تربيع واي. مش كنا ناخذ شيء اسمه دي اف على دي اكس، يعني مشتقه جزئيه لاف بالنسبه لاكس، يعني بدي اشتق بالنسبه لاكس وكل ما على ذلك بدي اعتبره ثابت. شو مشتقة هاي المعادلة بالنسبة لإكس؟ حكينا بدي أعتبر كل معادلة إكس ثابت، فالواي بعدها معادلة الواحد، معادلة الثلاثة، معادلة الأربعة، أي معادلة، فبالتالي بتكون عبارة عن واي في 2 إكس. تمام. ودي إف على دي واي.